القضية يوجد هي غير مبرر لما تحدثت المسيحية، عنه. نحترم المقدسات والأماكن المسيحية في مدينة أورشليم، والأخ يعرف بذلك. هو نفسه أصبح هذا الموضوع إلى موضوع سياسي وطني، عندما هو يقول اضطهاد. فعلا أنا لا أعرف كيف الأخ الكريم كمسيحي أولا أين هي نسبة المسيحيين في بيت لحم؟ أين هي نسبة المسيحيين في الضفة الغربية في يهودا وسامرة؟ أين هي نسبة المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط؟ هو نفسه يتهرب من موضوع معين صغير محل يتعلق للديون، يتعلق للتعويضات إضافية لصالح الكنيسة. أنا مؤمن بالحوار بين كل الأطراف. أنا أقول لا يوجد خيار آخر للمسيحيين إلى دولة إسرائيل. ألا أي اضطهاد الأستاذ الكريم يتكلم؟ هناك مسيحيين في دولة إسرائيل. على فكرة نسبة المسيحيين قد تضفعت بالزيادة من 48 وبالأكثر شدة داخل إسرائيل من 66 بعد انتهى الحكم العسكري في الستينات. يعني فعلا إذا نريد أن نتكلم على موضوع محلي أهلا وسهلا، وفي بعض من النقاط في مكان للحوار مفتوح. إذا نستعمل هذا الموضوع لكي نكسب أرباح سياسية وطنية ونسوج وجه إسرائيل ونقول انظروا إسرائيل تعمل تطهير عرقي في مدينة أورشليم، أنا طبعا معارض لذلك. دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تحترم العواطف الدينية وبالإضافة للعواطف الإسلامية، والأخ بالضبط يعرف ذلك. تريد أن تتكلم على الاحتلال الأردني في مدينة أورشليم؟